افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وحدة الإقامة القصيرة للعلاجات البيولوجية التابعة لقسم الباطنية بمجمع السلمانية الطبي، وذلك بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وسعادة الدكتورة مريم عذب الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. وأكد معالي حرص المجلس الأعلى للصحة على تعزيز الجهود ومتابعة المشاريع التي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، مشيدا معاليه بمستوى التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة والمتطورة بالوحدة ودورها البارز في تقديم أقصى سبل الرعاية الصحية للمرضى الذين يحتاجون إلى علاجات بالأدوية البيولوجية أو المضادات الحيوية، حيث تهدف هذه الوحدة إلى تقديم الخدمات في وحدة رعاية نهارية مركزية. من جانبها أكدت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن تدشين وحدة الإقامة القصيرة للأدوية البيولوجية يعكس مدى اهتمام المستشفيات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى. الحقيقة اليوم عايزين نفتتح في السلمانية المكانات الجديدة حق علاج حالات الباطنية عموما اللي تحتاج تدخل المستشفى لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات تتلقى علاج معين وبعدين يرجعون البيت. فهذه كان الأول موجودين في يعني في الأموردات مات المستشفى، هذا احنا خلوهم مور خاص على أنهم يجون يشغلونه بس مدة يعني في من الصبح لدوام واحد. فتقريبا يمكن في هالمكان يمكن يكون في الشهر فوق 700 مريض يتعالجون في مدة يقعد ساعتين ثلاث ساعات بالكثير أربع ساعات وبعدين يرجع البيت. فهذا الحقيقة يعني بيكون عبارة عن يعني استخدام أفضل للإمكانيات في السلمانية من ناحية المكان ومن ناحية النيرسينج بعد عشان نسوي كل هذه من غير زيادة في الميزانية أو زيادة في عدد الأشخاص اللي يعملون. في إطار الارتقاء بالخدمات الطبية في مملكة البحرين تم افتتاح وحدة الإقامة القصيرة التابعة لقسم الباطنية واللي تخدم عدد من الفئات من المستفيد من المرضى من المستفيدين من الخدمات الطبية من ذوي الأمراض المزمنة الروماتيزمية، ذوي الأمراض الدم، من اللي يحتاجون بعض المضادات الحيوية التي تعطى بالوريد أو بعض المواد البيولوجية والأدوية البيولوجية اللي تعطى بالوريد، ويكون احتياجهم لقضاء عدد من الساعات في المستشفى تحت رقابة يعني تمريضية أو طبية. تم تجهيز هذه الوحدة بالإضافة إلى الأسرة والمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة لتكون خدمات ذات سلامة وجودة عالية بما يضمن الخصوصية وأيضا تقديمها على أعلى المستويات. عندنا 22 سرير وتغطي في 22 ممرضة ومكان مستقل مكان حديث حق المرضى. في السابق كان يتم حجز أسرة لهم في الأجنحة بين الأجنحة، طبعا هذه النقل لنا والافتتاح فيه خلانا نوفر مزيد من الأسرة في مجمع السلمانية للمرضى الآخرين، والمرضى هني بكل أريحية واستقلالية وهدوء يأخذون أدويتهم بمعدل يعني الساعات اللي يحتاجونها. فحصلنا يعني ردة فعل إيجابية جدا من المرضى للمكان الخاص لهم، وإن شاء الله عندنا مزيد من التطوير في المستشفيات الحكومية في الأيام القادمة.